بحب طبعا اشكر كل الناس اللي بيدعموني، كل الناس اللي واقفين معايا من اول ما فتحت القناه، والناس المتفاعله معايا اشكركم كلكم. والناس اللي لسه يا جماعه اول مره اشتركوا في قناتي، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم طبعا اي جديد واي فيديوهات بنزلها. وما تنسوش اللايك يا جماعه لكي يوصل عدد المشاهدات لاكبر عدد ويوصل لناس كتير. يعني بمعنى اصح شوف كده، اول حاجه طاقتكم العامه في غضب من شخص، زعلانين قوي ومتضايقين قوي من حاجه حصلت في حياتكم، من شخص، من موقف، بس انتوا طاقتكم الحاليه في حاجه ازعجتكم قوي، في حاجه انتوا عايزين تاخدوا حقكم فيها، كان في حد ظلمكم، كان في حد انتوا علقكوا بيه مثلا ومشي، او حد اتعلقتوا بيه جامد والشخص ده فارقكوا او بعد عنكوا، فانتوا بتدعوا ربنا ان ربنا يصبركوا او ربنا ينتقم من هذا الشخص، او يعني وفي طاقة انتظار وشوية حسد، يعني انتوا شوية محسودين وفي طاقة انتظار، منتظرين حاجة تحصل، منتظرين شخص يرجع، في طاقة انتظار وطاقة تعلق بشيء مشي وسابكوا، وفي طاقة غضب كمان. طب نبتدي كده الحياة العملية. طلعلكوا برج الأسد في الحياة العملية وبرج الثور، يمكن بتشتغلوا مع حد من برج الأسد أو من برج الثور الترابي أو برج هوائي، ميزان، جوزاء، دلو زيكو. في زعل شوية، زعلانين من حاجة، انتوا مش مرتاحين في الشغل اللي انتوا فيه، في اسرار هتكتشفوها او هتطلع هتخليكم متضايقين وزعلانين، يا اما من برج ثور او من برج العقرب، من برج الاسد او من برج هوائي، بس انتوا هتكونوا متضايقين وزعلانين من هذه الاسرار، في اسرار او كلام هيتقال. انت اول لما تسمعه هتحس بانزعاج شديد جدا، هتزعل سواء الكلام ده يخصك او ما يخصكش، بس انت شايفاك هتبقى متضايق ومش عاجبك الكلام اللي بيتقال في الشغل، مش هيكون عاجبك. في مشكله ممكن تحصل مع احد الابراج اللي انا قلت عليها دي، فخلي بالك ما تبقاش عصبي، لان شايفه انت اصلا الفتره دي شويه عندك عصبية جواك، يعني في عصبية ولكن انت كاتمها جواك، فالعصبية دي ممكن تطلعها وتنفجر في حد في الشغل، ممكن تنفجر وما تمسكش اعصابك وتتعصب على حد في العمل. امسك اعصابك كويس وحاول تحكم عقلك وما تندفعش وراء مشاعرك يا برج الدلو في الشغل. ممكن كمان تعمل مشكلة مع رئيسك في العمل، عشان هنا جالك ذا هيرفانت وبرج ذا سترينث القوة، فانت ممكن حاسس ان انت ضغط شديد، والضغط ده هيولد الانفجار، ممكن تنفجر في اي حد، في رئيسك في العمل، في زملائك، في او العكس، يعني رئيسك في العمل هو اللي يعمل مشكلة معاك. هدي الدنيا يا برج الدلو في الشغل. الناحية المائية شايفاك ان انت في مبلغ مادي جايلك، مبلغ مالي، بس هيكون قليل شوية على نفقاتك، اقل من نفقاتك. ليه؟ لان انا شايفاك بتنفق في جهتين، انت بتنفق في جهتين، مثلا على العمل وعلى حاجة تانية، بتنفق في العمل وبتنفق في البيت، بتنفق على البيت وبتنفق على مثلا مشروع او على عملية احد افراد العيلة تعبان، او بتنفق على حاجة، في حاجة انت تانية بتنفق فيها، فشايفة الفلوس اللي جاي يدوب على قد اللي طالع ويمكن محتاج عليه كمان. لو تقدر تعمل مشروع الفترة دي هيجيب لك مكاسب مالية كويسة قوي، فكر في فكرة المشروع، ليه لا، ممكن تعمل مشروع، او انت ممكن تكون انت في مشروع هيجيب لك اموال حلوة جدا. بص، ربنا هيفتحها عليك من في حتة الاموال، بس اصبر وحاول تظبط نفقاتك وتصرفها في المكان الصح،
ما تصرفش فوق نفقاتك او حاجات زايده، مصاريف زايده انت مش محتاجها. اما بالنسبه للصحه، عندك اجراء عمليه جراحيه ليك او لاحد افراد العيله، في عمليه جراحيه هتتم لحد في البيت ليك انت او لحد من العيله، بس عمليه جراحيه بسيطه بعدها شفاء. يعني شايفه في شفاء بعد تعب، كمان شايفه ان انت هتحتاج بعد العمليه تاخد بالك من حاجات معينه. يعني لو عمليه مثلا في العين هتحتاج ان انت ما تتعرضش للاضاءه، ما تتعرضش لحاجه سخنه، ما تتعرضش للغبار والتراب. اهي دي انا بديك مثال، يعني لو عملت على العملية دي الطبيب هيقولك على حاجات انت تعملها، تبعد عن حاجات معينة، تبعد عن اكل معين، فلازم تلتزم بيها لازم. كمان هقولك على حاجة، انت خد راحة من الشغل شوية، خد راحة من الشغل شوية. انا شايفك هنا حتى تعبان في الشغل، طلعلك اهو الايت اوف سورتس تعبان في الشغل، وهنا برضو تعبان، انت تعبان بتبذل مجهود كبير، ريح نفسك شوية. لو تقدر تاخد اجازة من الشغل ترتاح شوية يا ريت، بس بإذن الله عندك شفاء وعندك حاجات كويسة بعد التعب اللي انت فيه ده. وبعضكم ارهاق، بس ارهاق مجرد ارهاق من العمل. الاهل، نشوف الاهل، في حد في عيلتك، امرأة في عيلتك متحكمة، عايزة تتدخل في كل حاجة، عايزة تتدخل في كل حاجة في حياتها، بتتكلم كتير، امرأة بتتكلم كتير، بتتدخل في اللي ملهاش فيه، عايزة تمشي كلمتها وتمشي رأيها، شخصية مترددة، تقول لك كلمة مثلا بكرة تغيرها او كده، او هي بكذا رأي، او عايزه تعمل حاجه في الف في 100 حاجه في نفس الوقت، في شخصيه كده في حياتك، فالشخصيه دي بتحاول ان هي شويه تتلاعب بيك الفتره دي، فما تسمح لهاش. غير كده انت عندك اجواء عائليه جميله جدا، طلع لك التيرو في بنتكلز، البعض منكم عنده حمل الطفل او ولاده طفل في عيلته، كمان عندك اوقات حلوه جدا وتحسين للعلاقات مع عيلتك، وفي سعادة كده، وفي لما ممكن تتعزم عند أهلك أو عيلتك، في عزومة، في لما حلوة، في كلام، في ضحك، في أجواء جميلة جدا جدا. بس تخلي بالك من الست دي، المرأة دي ما تخليهاش إن هي تلعب بيك وتتحكم فيك يا برج الدلو. نشوف المرتبطين من برج الدلو، شوية حاسين ان الحبيب مش بينفذ لكم اللي انتوا عايزينه، في حاجات انتوا بتطلبوها من الشخص اللي انتوا مرتبطين بيه، من الحبيب، بس الشخص ده قلقانين منه، حاسين ان هو اولا مش بينفذ لكم طلباتكم، ثانيا حاسين ان هو بيتلاعب بيكم، او ان هو طريقته بتتغير معاكم، بيجيب لكم نكد، بيجيب لكم زعل، بيزعلكم كتير، بإنسان مش واضح، مش عارفين هو عايز ايه. يعني برضو الشخص ده تعبكم شوية وجايب لكم شوية طاقة سلبية في حياتكم، وبيرهقكم نفسيا، بيرهقكم عقليا كمان، بيخليكم تفكروا كتير. انتوا انا شايفاكم انتوا صابرين عليه، صابرين على هذا الشخص، الشخص اللي انتوا مرتبطين ده، الحبيب بيعمل تصرفات، يمكن خيانة، يمكن مثلا بيتلاعب بيكوا، يمكن بيكذب عليكوا، مش طريح، مش مريح، مش مريحكوا، ولكن شايفة في طاقة صبر كبيرة قوي، انتوا صابرين على هذا الشخص، في صبر. طب بالنسبة للدلو المنفصلين في الجزء الثاني من شهر مارس، شوية يعني في شخص متعلق بالطرف الاخر تعلق كبير جدا جدا، في تعلق كبير، ولكن شايفة في طرف زعلان ومتعلق بس مش عايز يرجع، متعلق بس خايف انه يرجع يتجرح تاني،
او في شخص بيمنع نفسه من الرجوع بالعافيه بالرغم من طاقه التعلق اللي بينكم دي، بس شايفه في شخص بيمنع نفسه، بيحاول يسيطر على مشاعره، بيسيطر على نفسه عشان ما يضعفش، وعشان العلاقه دي يعني خايف يضعف فيها. اما السناجل شايفاكم منتظرين شخص، في شخص برج ناري او برج العذراء او برج الاسد قوس حمل ممكن يدخل في حياتكم شويه، بس تخرجوا من العزله. يعني انا شايفه برغم في عزله في شخص جاي لكم، ممكن كمان برج مائي حوت عقرب سرطان، بس اطلعوا من العزله اللي انتوا فيها. يعني في شخص كده هيجي لكم حكيم رومانسي كويس لطيف، بس اهم حاجه اطلعوا من العزله اللي انتوا مدخلين نفسكم فيها. حاولوا كمان تعملوا توازن في حياتكم، حاولوا انتوا زعلانين قوي، ده انتوا مش بس في عزله، ده انتوا زعلانين قوي قوي قوي، انتوا تقريبا داخلين في حاله اكتئاب، يعني داخلين في حاله زعل واكتئاب كبيره. في حاجه جامده مزعلاك يا برج الدلو، حاجه جامده مش قليله. يعني هنا طلع لي بص الكوين اوف كابس. طب ليه زعلان؟ عندك جاي لك الحب في الطريق، جاي لك باذن الله الاموال. الاموال مش قد كده، شايفاك بتصرفها على علاج او على حاجه تعب فيها، تعب حد من الاسره او كده. بس هقول لك على حاجه، بلاش طاقه الزعل دي، انت مكتئب جدا، هتسيب نفسك كده هتدخل في اكتئاب حالي. حاول تعمل موازنه للامور، صلي على النبي كده ووازن الامور، حتى بورقه وقلم امسكهم ونظم امورك. شوف انت هتظبط امورك الماليه ازاي، العمل ازاي، الحب ازاي، ظبط امورك عشان ما تشيلش نفسك ضغط وطاقه ما تقدرش تتحملها. وازن بين امورك. في اهو في مبلغ مالي جاي لك، في خير جاي لك. ممكن ده مش مبلغ مالي بس، ممكن ده خير جاي لك، ممكن مشروع، ممكن مبلغ مالي من السماء يجي لك، حاجه كنت هتدفعها تتاجل، هتشيل حمل شويه من عليك، في خير جاي لك. بس انت اهم حاجه ما تزعلش، طلع نفسك من الزعل ده. واهم حاجه كمان انت سيبها على ربنا، ارمي توكانك على ربنا يا برج الدلو. اخد لك كارت من الملايكة لبرج الدلو الجزء الثاني من مارس 2020. برج الدلو مارس 2020 الجزء الثاني من مارس 2020. نصيحة لبرج الدلو في قناة نور طارو. اخد نصيحة، طلع لك الكارت ده بيس السلام. الله بيقول لك حرر نفسك من الماضي، حرر نفسك من الماضي عشان في حاجات خير كبير قوي 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 في المستقبل جاي. خلاص بيقول لك حرر بقى نفسك من الماضي وسيبها على ربنا. Let go and let God، يعني خلاص اترك الماضي وسيبها على ربنا، سيب اللي جاي الفيوتشر المستقبل لربنا، على ربنا. الكارت ده بيقول لك نفس اللي هنا، بيقول لك سيبها على ربنا، ما تفكرش كتير، ما تزعلش، ما تحسبهاش قوي. وازن وازن امورك الحاليه اللي بين ايديك، بس اللي انت ما تقدرش تتحكم فيه او خارج عن السيطره، نقص في الاموال، نقص شويه في الصحه، اهتمام مثلا بحد تعبان في عيلتك او كده، كل ده اعمل اللي تحت ايديك اللي تقدر تعمله. لكن اللي ما تقدرش تعمله خلاص سيبه على ربنا. Let go and let God، دعا على الله.